على صافرة حكم اللقاء والتعويض، أو نقول ما أحب والله أستخدمها كلمة الانتقام أو الرد داخل الملعب، ولا دخول على زميلي بقوة أدخل مرة ثانية في حكم في ظل احتراف. يا سلام يا سلام، كرة بتمر بحطها، الله جول جول، يا سلام على التمرير الذهبي، أرنس أرنس يسجل ثاني الأهداف من لقطة رائعة وتمريرة ذهبية، يخترق الدفاع ويمر، الله أرنس يسجل ثاني الأهداف. يا سلام على التمريرة والاختراق، ويكسر موقف التسلل في اللقطة الماضية ويسجل ثاني الأهداف لفريق نادي النصر في الدقيقة 29. يأتي فريق نادي النصر، شوف معنا، شوف التمريرة الذهبية، هي مشعل الله يا مشعل والله مشعل المباراة مشعل. ثاني كرة، الكرة الأولى قدمها لطلال العدلي، الثانية قدمها لأرنس، لكن هذه لوحة بروحها، شوف الخروج الغير سليم من حارس المرمى اللي كنا نتكلم عنه ويتحمل مسؤولية بنجر سليمان، صحيح تألق في المباريات الماضية ولكن خرج في توقيت غير سليم في ظل تغطية دفاعية حاضرة، لذلك البقاء في المرمى خير من الخروج الغير سليم. وبندر سليمان يرتكب الخطأ بخروجه غير سليم في ظل وجود اثنين من المدافعين اللي بيحاولون منع الكرة. عموما الكرة دخلت في المرمى وحالة انفراد. دعونا نشيد بنجم المباراة مشعل فواز، ليشعل المباراة بتمريرات الثعلبية، بتمريرات الثعلبية، يحاول كرة ملعوبة وعرضية يبعدها عادل الرحيلي، وتأتي مرة ثانية وخطيرة، ويشوف الله، هي مباراة العمر، هي مباراة العمر، ويأتي الهدف الرائع، الهدف الرائع حقيقة، بسجلة بطريقة جميلة جميلة وفي منتهى الروعة. الله، بارفو من اللمسة الأولى، بارفو بيسجل الهدف، اللاعب الغاني من اللمسة الأولى في مباراة العمر، اللاعب اللي ينضم في المركات الشتوي في جو شتوي قارس، وهو أيضا ركلة جزاء لصالح النصر، ركلة جزاء لصالح النصر، يعني في الوقت بدل الطائرة.